إجراءات عديدة اتخذت من أجل أن تمر هذه الاستحقاقات الجهوية والوطنية في أحسن الظروف وفي أحسن الأحوال، بدءا بعملية التشوير التي تراعي التباعد المكاني والتباعد الاجتماعي، ثم المسألة الأخرى المتعلقة بتعقيم جميع الفضاءات الخاصة بهذا الاستحقاق، وسيتم تعقيمها 3 مرات في اليوم. بالنسبة للمترشحين والمترشحات فهم مطالبون بارتداء الكمامات، وعلما أنه توصلنا بكمية هائلة وكبيرة جدا من الكمامات من المديرية الإقليمية لتوزيعها على المترشحين والمترشحات، ثم توصلنا كذلك بكمية كبيرة جدا من مواد التعقيم التي ستوزع على كافة القاعات، وكذلك توضع رهن إشارات المترشحين والمترشحات بمدخل المركز. والمركز يضم الشعب التقنية والعلمية، حيث أنه كاين شعبة ديال العلوم الفيزيائية بخيارها الفرنسية وبخيار العام، ثم شعبة علوم الحياة ومسلك علوم الحياة والأرض كذلك خيار عام وخيار فرنسية، ثم مسلك علوم رياضية ألف خيار فرنسية وخيار عام، مسلك علوم رياضية باء خيار عام وخيار فرنسية، ثم مسلك العلوم التكنولوجيات الكهربائية ومسلك العلوم التكنولوجيات الميكانيكية. لأن بحيث أنه تلقوا في المركز 597 مترشح بالضبط يتوزعون على 12 مسلك وخيار. غادي تجرى إن شاء الله الامتحانات الجهوية والوطنية لأنه يتعلق الأمر بالمترشحين الأحرار. تبدأ إن شاء الله الامتحانات يوم 1 و2، ثم يوم 5 إن شاء الله، يوم 6 إن شاء الله تبدأ الامتحانات الوطنية.